جلسة 26/11/2021. تفضلوا بالوقوف. محكمة جزاء المتن، جلسة إفهام الأحكام. بدأت هالجلسة مخصصة لإفهام الحكم على المدعى عليه بجرم الذم بسيدي. تفضلوا. حكم باسم الشعب اللبناني إن القاضي المنفرد الجزائي في المتن لدى التدقيق يحكم أولاً بإدانة المدعى عليه بجنحة المادة 582 من قانون العقوبات وبحبسه سنداً لها مدة شهر واحد، ثانياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره 8 ملايين ليرة لبنانية كتعويضاً عن الأضرار اللاحقة بها برد كل ما زاد وخالف وتضمين المحكوم عليه النفقات القانونية. رفعت الجلسة. بتاريخ 26/11/2021 أصدرت المحكمة الحكم النهائي اللي قضى بإدانة المدعى عليه بجنحة المادة 582 من قانون العقوبات وبحبسه سنداً لإله مدة شهر واحد، وإلزامه ونظراً لماهية الأضرار اللاحقة بالمدعي وخطورة الفعل الاجتماعي والمعنوي بأنه يدفع للمدعي مبلغ وقدره 8 مليون ليرة لبنانية كتعويض عن الأضرار اللي لحقت فيها. الجرم هو جرم الذم، بتنص عليه المادة 582 عقوبات اللي بتعاقب كل شخص بينسب لشخص آخر أي أمر بينال من شرفه وكرامته بالحبس حتى 3 أشهر والغرامة حتى 200,000 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين. بالنسبة للمدعى عليه بهي الدعوة كان عم بجرب يبني كل دفاعه على أنه زوج المدعي افترى عليه، ولكن أي سبب أو دافع على الجرم مثل ما هو كان عم بجرب يقول ما بيبرر له الخطأ لحتى يرتكبه بحق المدعي. وبالتالي إذا كان في فعلا فبركة لملف له من قبل زوج المدعي في عود على الزوج بدعوى افتراء، أما يتمسك بالخطأ لحتى يبرر خطأه بحق المدعي هيدا أمر مش مسموح. وبالنسبة لي كمحكمة ملف المخدرات اللي عم يحكي عنه مش عالق عنا بهاي المحكمة، بجوز يكون أمام محكمة تاني ومش نحنا يلي منبت فيه أساسا. كل شيء كان فيه يعمله أنه بعدين يعود عليه بدعوى افتراء إذا كان فعلا هو بريء من جرم المخدرات عم ينسبه لإله، مش يزج باسم الزوجة بالدعوى الحالية دون أي مبرر. جرم الذم بواقع الملف الحالي هو على مستوى من الخطورة لأنه ممكن يؤدي لخربان بيوت وبمس أو بخالف كل القيم يلي منعرفها. لهيدا السبب تحددت العقوبة بالحبس.